السلام عليكم. هتكلم بس عن الرندر، ازاي بنقل الملف مثلا بخلفية شفافة علشان استخدمه من افتر افكتس على بريمير مع ملفات افتر افكتس تانية، ده لو انا بجمع ملفات متعددة وعايز امنتجها على بريمير. تمام، ادي الملف اللي قدامي، دي النتيجة او ال5 ثواني اللي انا عايز اوديهم هناك على بريمير. طيب ببساطة الأول هختار الكومبوزيشن الموجود عندي وأتأكد إن عامل سيف لآخر شغلي، وما إما من قائمة كومبوزيشن أد تو رندر كيوي أو فايل إكسبورت أد تو رندر كيوي أو كنترول إم، هيتفتح لي هنا تحت الرندر كيوي بانل في الجزء ده دلوقتي مجرد ما أنا عملت هنا كنترول إم بالشكل ده. هعدل بس بعض السيتنجز، طبعا في الرندر سيتنجز بتأكد انها البيست بحيث ان الملف يكون مقاسه مظبوط 1280x720 او المقاس اللي حضرتك مختاره، اتأكد من فريم ريت وتأكد من اجمالي المدة اللي انت بترندرها. بعد كده هتدخل في الاوتبوت موديول وهنا بيجي الكلام كله، بدل ما هو اي في طبعا لو كويك تايم هيطلع لي فيديو، اي في هيطلع فيديو بس حجمه كبير، هختار بينج سيكونس بي ان جي سيكونس، بس اتاكد في الالوان انك مختار بدل ار جي بي في الشانل ار جي بي زائد الفا، واضغط اوكي علشان يطلع بس الانيميشن اللي انت عامله والخلفيه تكون شفافه. بعد كده اوت بوت 2 اختار المكان اللي هترندر فيه، يلا بينا اضغط هنا. كده وصلت دلوقتي للمكان اللي هرندر فيه، بتأكد انها سيف ان سب فولدر بالشكل ده، وبحط الفولدر الاسم اللي انا عايزه تمام عشان ابقى واخد بالي انا بسيف فين، واضغط سيف وبعد كده اضغط رندر. انتظر الرندر يخلص دلوقتي وببساطة اروح افتح برنامج البريمير واعمل امبورت عشان ارندر، ده لو انا عايز ارندر شطات يعني متتالية اركبهم على بعض، اركبهم على طبقات مختلفة تراكات مختلفة، او لو النسخة اللي عندي مش بتدعم ال MP4 اللي هو H264، هو موجود من 23 وطالع، بس النسخ اللي قبل كده ممكن تكون مش بتدعم الرندر MP4 مباشرة من الافتر افكتس. اروح دلوقتي على بريمير، اضغط نيو بروجكت واختار نفس اللوكيشن بتاع الفولدر اللي انا مسيف فيه. من البراوز هنا هقوله مثلا تكست اندرسكور فيديو، طيب بس الملف واتاكد اني مختار الملف اللي اشتغل فيه، نضغط براوز ونروح على نفس مكان الفولدر. بكده احنا في نفس الفولدر اللي هنشتغل فيه او اللي موجود فيه ملف الافتر اصلا وملف التكست. اوكي، دلوقتي قبل ما اعمل امبورت واجهة برنامج البريمير هتفتح دلوقتي قدامي، اشوف الفولدر اللي موجود عندي، ادي الفولدر اللي شغال فيه وادي الملفات البي ان جي سيكونس اللي انا عملت لها رندر اهي، مجموعه الصور كل فريم طلع بصوره، دول اللي انا هعمل لهم امبورت. هرجع دلوقتي لبريمير، انا دلوقتي رجعت لبريمير وادي واجهه برنامج بريمير، هقف في البروجكت بانل واعمل كليك يمين نيو ايتم سيكونس جديد، السيكونس هو اللي انا هدي له اسم الملف ال H264 وال MP4 اللي انا عايز ارندره، وليكن مثلا wave underscore text، واضغط ok. هلاقي ان التولز كلها ظهرت قدامي ونورت، بعد كده هعمل كليك يمين import file، من نفس الفولدر الموجود عندي هبدأ هنا افتح الفولدر الخاص بال image sequence، وقف على اول صورة واختار من هنا image sequence واعمل open، هتفتح معايا كشوت فيديو واحد بالشكل ده، هعمل دبل كليك هتظهر معايا هنا في السورس بانل، من نص الشاشة هسحبها واحطها اما في تراك 2 لو هركب تحتها حاجة او تراك 1 مش هيفرق معايا، بس اتأكد ان انا في بداية التايم لاين والمثلثات البيضة دي ظاهرة بالشكل ده، واقول change settings هتاخد نفس ابعاد والكادر بتاع الفولدر او سوري اسف البروجكت بتاع الافتر افكتس. بعد كده ممكن ادوس مفتاح سلاش من جنب الانتر علشان خاطر بس امد الفيو بالشكل ده، هنا اقدر اركب تحتها اللي انا عايزه مفيش اي مشكله لو دست مسطره، انا بالشكل ده عملت هنا رندر وبقى عندي المشهد بالشكل ده واقف على الرندر. طب لو حبيت ان انا اسيب الملف ده كده لوحده اختار السيكونس واتاكد ان انا مختار السيكونس مش حاجه تانية، من فايل سيف وساعتها ادوس كنترول ام او من فايل اكسبورت ميديا بالشكل ده، من هنا
ببدأ أختار من الفورمات H264 وبحدد الفايل نيم وبضغط هنا علشان خاطر أحدد المكان اللي هسيف فيه. نفس المكان سيف، أضغط إكسبورت وانتظر الرندر يخلص. وبعد كده أدي الفيديو موجود عندي، مقاسه حوالي 3 ميجا وشوية بس. أرجو إن الفيديو يكون نافع لحضراتكم. أشكركم جدا، سلام عليكم.